سلام السلام وانت السلام تباركت يا اهل الجلال والاكرام لا أيوة. اله في اول صباح من صباحات رمضان كل عام وانتم بخير والله يعيد علينا وعليكم وامة محمد جميعها في فكره مقدمه من من مجموعه خط النار نغركم الاسم يا اخواننا عنيف ترانا رقيقين جدا كل المبادرات الطيبه حريين بها مثلكم وشراكم ها <تصفيق> <تصفيق> طيب في فكرة لوحة تعلق من بكرة مدة ثلاثين يوم كلنا أسماءنا بالتدريج أنا راح أبدأ أول واحد بما أنها فرضنا جهزة اليوم بس صار فيه لخبطة شوية في الطباعة وبكرة راح تبدأ الشخص اللي يشوف اسمه مثلا أنا بكرة أول يوم عادل ثاني واحد مثلا خلاص يكون فيه ترتيب للمواضيع بنحط لها يا قراء يا صندوق في قرع يا له ترتيب معين تاخذ انت اللي عليك الكرت اللي عليك تعرف موضوعك وش هو الفجر الثاني تجي تتكلم عنه باسلوبك في دقيقة في دقيقة ونص دقيقتين الشكر مو لي الشكر اللي اشتغلوا على الموضوع انا ما شايفين فانا ببدا بكرة ان شاء الله بعد الفجر الاول اللي هو بكرة على الموضوع دقيقتين بعد الصلاة ودقيقة ونص لانها جلسة تحسب لنا كلنا واثرنا اللي من الاثار الطيبة الباقية اللي نفتخر فيها وانتم كلكم احرص مني على الموضوع ايه فكل واحد يحضر موضوعه بطريقته ان بغى يحضر يرتجل كلها واحد. هذا وجزاكم الله خير. خصوصا الكلمات اللي بعد الصلاه ترى سبحان الله هي اللي دائما تبقى ترى. نعم فمن بكره حنبدا تاخذ موضوعك ان بغيت تحضر له وان بغيت تتكلم باسلوبك بكيفك. بس كل ما حضرت كل ما كان افضل يعني. وكل واحد يشوف السلاح بس يشوف آه اختباره متى و... والله يوفقنا وياكم تعالوا باقي لنا اشياء ما خلصناها. نعم.